لتوقف كل حادث في وجوده وإعدامه على اقتدار فاعله، وفي تخصيصه على إرادته، وفي كونه مرادا على علمه. القدرة الأزلية صفة يتأتى بها إيجاد كل هذا مترتب، وهذا الترتيب في الذهن وليس ترتيبا زمنيا، لأن جميع الصفات قديمة وليس هناك تقديم ولا تأخير. إنما هذا الترتب في التعقل عشان نفهمها. القدرة الأزلية صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. يتأتى بها إيجاد وإعدامه. يتأتى بها إعدامه على على وفق الإرادة. على وفق الإرادة. نعم. يعني كأنه لا يوجد الممكن الذي كان عدما، أو لا ينعدم الممكن الذي وجد إلا بعد تخصيص الإرادة بأحد الأمور المتقابلة، ومنها الوجود والعدم. والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص كل ممكن بالجائز المقصود. ولذلك هنا جمع في المد بينهما، يقول يجب له تعالى القدرة، ويجب له القدرة، ويجب له مع بعض جمع بينهما. ليه؟ لأن التعلق واحد، اللي هو يتعلقان بالممكن. والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص كل ممكن بالجائز المخصوص بدلا عن مقابله.
الإرادة صفة يتأتى، يعني إذا يتأتى يعني يكون قدرا، يعني تسابق في العبارة. نعم. يتأتى بها تخصيص كل ممكن بالجاهد المخصوص بدلا عن مقابله، يعني معناها لا يوجدان الجائزان، يعني الجائز ومقابله معا، لأن هذا إيه؟ تناقض أو ضدين، يعني يوجد هذا بدلا عن هذا، يعني مثلا يوجد الوجود بدلا عن العدم بدلا عن الوجود، أو بقية الأمور الستة. يعني نخصصه بهذا بدلا عن مقابله. ولا شك أن كل حادث يدل على أربعة مطالب لهاتين الصفتين. الأول وجودهما، يعني أعود لك الحادث يدل على إيه؟ أنه في أمور تستلزمها وجود الصفتين، عشان الصفتين تستلزم وجود الإرادة والقدرة والإرادة، اللي إذا لهما إيه؟ أربعة مطالب. ولا شك أن كل حادث يدل على أربعة مطالب بهاتين الصفتين. الأول وجودهما، الثاني وجوب الوجود لهما. يعني نحن نعتقد بأنهما إيه؟ الإرادة والقدرة صفتان وجوديتان، ليس من الصفات السلبية وليس من المعنى غير صفات معانا، صفات وجودية لا وجود. ولا يكفي هذا في الاعتقاد، بل لا بد أن نعتقد من وجود وجودهما، يعني هما موجودتان ووجودهما واجب. وجودهما إيه؟ واجب، لأنه لو كان جائزا لأتى ذلك إلى إيه؟ إلى حدوث الإله تعالى الله عز وجل عزوا كبيرا. الأول وجودهما، الثاني وجوب الوجود لهما، الثالث عموم تعلقهما بالمثال الاول والثاني واحد. يقول ايه؟ الوجود الواحد. وجود الوجود. وجود الوجود له. وجود الوجود. موجود. الثالث عموم تعلقهما بجميع الممكنات. يعني معناها لا يشد عن الاراده ممكن. لا تخصصه الاراده، معناها هناك مريد اخر او اراده اخرى لغير الله هي التي لما وجد معنى كل ممكن داخل في تخصيص الإرادة وكذلك داخل في تأثير. الرابع وحدتهما. وحدتهما يعني أن الله تعالى ليس له صفتان من جنس واحد، يعني له قدرة واحدة، إرادة واحدة، وعلم واحد، يعني وحدة الصفات. أما وجه دلالة كل حادث على وجودهما، هنا التفصيل يقولنا أربع أشياء. نعم. وجودهما. نعم. وجود عموم تعلقهما وحدتهما، يعني وحدة الإرادة، إرادة واحدة. نعم. إرادة كل شيء بإرادة واحدة، برضو أوجد كل شيء بقدرة واحدة. أما وجه دلالة كل حادث على وجودهما، فلأنه لو انتفت القدرة لوجد ضدها وهو العجز، وذلك يستلزم عدم التمكن من الفعل. يعني معناها أول شيء وجود الحادث دل على وجود القدر، لأنه لو انتفت القدرة انتفاء هذه الصفة الوجودية، إنه معناها يثبت الضد، زي ما بنمشي يثبت النقيض، يثبت الضد، لأن لأنهما وجوديان، أما النقيضان أحدهما وجود والآخر عدم، إنما الضدين كلاهما وجود، زي البياض والسواد، السواد والبياض طلع للقوات، أما يعني البياض ولا بياض، البياض لا بياض، أو مثلا وجود عدم أحدهما وجود النقيضان. يعني الفرق بينهما ان احدهما ايه؟ وجودي والاخر عدم. اما الضدين كلاهما وجودي،
وذلك العجز وجود والقدرة وجودين. ولو انتفت القدرة لثبت ايه ضدها اللي هو العجز. نعم. إذا كان موجود العجز مفهوم؟ العجز اللي معناه هيستلزم مين؟ على فرض اضطراب اضطراب عقلي أنه انتفى وجود القدرة. إذا حلفت ضد وضدين كده إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. طب معنى العجز يعني إيه؟ يعني يستلزم عدم التمكن من الجهل. ولو انتفت الإرادة في الجاهل المقصود لزم ترجيح موضوع جاهل. وفهمنا الآن لو انتفت القدرة حيحصل إيه؟ العجز. وإذا ثبت العجز معناها لا يتمكن من الفعل اللي هو الخلق الإنجاز اللي هو الإحداث. معنى كده لا يوجد الحادث. فإذا وجد الحادث دل على انتفاء العجز. وإذا انتفى العجز ثبت الضد وهو القدرة. طبعا الاول يحكمون لكل حادث يدل ايه؟ على وجود القدرة والإرادة. كل حادث يدل على أربعة مطالب. والآن فهمنا الأول منهم. يعني مثلا كيف دل وجود الممكنات أو وجود بلاش الممكن وجود الحوادث على القدرة؟ كيف يدل وجود الحوادث على وجود القدرة صفة القدرة؟ تقول كده مش احتياج ولا حاجة، لأنه لو انتفت القدرة ثبت العجز، وإذا ثبت العجز يبقى هذا يستلزم عدم التمكن من الفعل، لأن الذي يتمكن من الفعل هو القادر ولا هو العاجز؟ لأنه معناها إذا ثبت العجز يبقى معناها حينتفي وجود، لأنه يعني حيكون عاجز عن إيجاد الحوادث أو المخلوقات. واضح دليل يعني مش عارف. إذا ده المطلب الإيه؟ الأول. ندخل على الثاني. سهل الأول ما فيش يعني لسه الإرادة بالنسبة للأول. لا الإرادة بالنسبة للأول. نعم. ولو انتفت الإرادة للجائز المخصوص لزم ترجيحه على مقابله المساوي له بلا مرجح، وذلك محال. الإحالة حنبقى معناها إيه؟ معناها مش حقيقية، يعني معناها فقط هل الجائز محتاج في وجوده إلى القدرة فقط؟ لو قلت كده يبقى مش فاهم. وإلى الإرادة. دليل إرادة الله قدرة أوجد الإرادة قال لك تخصص. ما هو كان الحادث ده في أمور متقابلة، فلماذا خصه بهذا الأمر دون مقابله؟ والمتقابلات كلها جائزة، يعني جائز أن يوجده بهذا المقدار. يعني مثلا كتابة ممكن يكون بهذه الصفحات أو أكثر أو أقل، أو بهذا الحجم أو أكبر أو أقل، فلماذا وجد على هذا الحجم دون ما يقابله من الأحجام؟ هذا هو تخصيص الإرادة. إذا محتاج الحادث إلى الإيه؟ إلى الإرادة. تعرف مثلا البعث مش محتاج فقط إلى القدرة، يعني بعث الأجساد بعد موتها محتاج إلى العلم إلى الإرادة أيضا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهما؟ اقرأ في البلد. المفروض هنا الأمر يتعلق بالقدرة، بقادر على أن يخلق. كان المفروض كده السياق على حسب فهمنا بلى وهو على كل شيء قدير. كده تدليل الآية إنما بلى وهو الخلاق. طب جاب الخلاق ليه؟ قال لك ما ده خلق تاني ده. الأول ده كان إيه؟ أتعينا بالخلق الأول. ده خلق آخر نشأة جديدة. وبعدين العليم. ليه؟ لانه عشان ما فيش حد في يعاد مكان واحد ثاني او اثنين يشتبهوا مع بعض او يدخل عظام هذا في هذا او روح ده في جسد ثاني او ربع حمار او ربع جن. لا، الله تعالى يعلم كل انسان على حده وكل حيوان وكل مخلوق. فبرضه محتاج الى علم، انه لو ما فيش علم في قدره فقط اذا مش ممكن حيعاد نفس الاولاني، ممكن يختلط في اخر، فلا بد من الايه؟ من العلم، ولا بد من الايه؟ من الاراده ايضا.
وأما وجه دلالة كل حادث على وجوب وجود هاتين الصفتين ويدخل في ذلك وجوب القدم والبقاء لهما، فلأنهما لو لسه فين ولو انتفت الإرادة مش كده؟ نعم. للجائز المقصوص، كلمة مقصوص معروفة؟ مقصوص يعني بإيه؟ لا، بأحد ما الأمور المتقابلة عليه، يعني خص بأمر دون أمر. يعني أنت مثلا خلقت الله على هذا الطول أو على هذا الأرض خصوصية، فممكن تزيد عن كده أو تنقص، فده اسمه الجائز المقصوص. لازم يعني لو انتفت الإرادة، لو ما فيش إرادة يبقى معناها عندنا جائز مقصوص. فلازم ترجيحه، يعني ترجيح هذا الجائز المقصوص على مقابله المساوي الجواز لا في الجواز بدون مرجح. زي ما احنا نشوف الكفتين في الميزان كده متساويتان، لما يكون ميزان يعني اصلي كده ما فيهوش يعني يبقى في تساوي، لو جيت واحد يبقى في عيب في الميزان، فيظلان هكذا متساويتان الى ان ترجح كفه على الاخرى بمرجح. لكن لو ترك هل ترجح واحده على الاخرى من غير مرجح؟ يبقى حيلزم المحال. ايه هو المحال؟ اللي هو اجتماع الناقدين، المساواه والترجيح. وهو المساواه يعني معناها ما فيش ترجيح، الترجيح يعني معناها ايه؟ ما فيش مساواه. فلازم ايه؟ اجتماع الناقدين وهو المحال. فهو معنى وذلك محال. ايه هو لذلك؟ يرجع عليه ذلك يعني الترجيح على المقابل المساوي بلا مرجح. وهذه مسألة العقل يقطع باستحالة، مش ترجيح من غير مرجح. إذا مترجحت تلقى إيه؟ في مرجح. من مرجح؟ لا يوجد ترجيح من غير إيه؟ من غير مرجح، ولا يوجد فعل من غير فاعل، ولا يوجد أثر من غير مؤثر، كل هذه قضايا عقلية. وأما وجه دلالة كل حادث على وجوب وجود هاتين الصفتين. يعني قلنا كان مطلب أربعة مطالب، الأول الوجود، الثاني وجوب الوجود لهاتين الصفتين. طب وبقية الصفات، لأن هو الآن بيتكلم على صفتي القدرة والإرادة، لما يجي عند بقية الصفات يتكلم عنه. يبقى المطلب الثاني هو إيه؟ وجودهما، يعني القدرة والإرادة، بمعنى أن وجودهما لا بد أن يكون واجبا، لأنه لو كان جائزا لأدى إلى حدوثهما. وأما وجه دلالة كل حادث على وجوب وجود هاتين الصفتين ويدخل في ذلك وجوب القدم والبقاء لهما، فلأنهما لو كانتا جائزتين لزم حدوثهما وافتقارهما إلى فاعل، ولا فاعل إلا الله لما تقدم في الوحدانية. يعني حيث مثلا القدرة يلزم أن تكون هناك قدرة أخرى أوجدت هذه القدرة، وإرادة أخرى خصصت هذه القدرة، إذا كانت فيلزم أن يتصف قبل فعلهما بقدرة أخرى عليهما. شوف، فيلزم أن يكون قبل فعلهما بقدرة أخرى عليهما وإرادة لهما. لما عرفت في المطلب الأول من وجوب توقف كل حادث على وجودهما قبل، ثم ننقل الكلام إلى القدرة والإرادة الأخيرين الأخرين، فيلزمهما من الحدوث ما لزم الأول. لما تتني كلمة أولى تقول إيه؟ أوليين أو أوليان، ما تقولش يعني أولتين، لا فيش كده، أوليين، أوليين، أخرى أخرين. لما عرفت في المطلب الأول من وجوب توقف كل حادث على وجودهما قبله، ثم ننقل الكلام إلى القدرة والإرادة الأخريين، فيلزمهما من الحدوث ما لزم الأوليين، فيتوقفان أيضا في إحداثهما على قدرة وإرادة أخريين،
ثم هلم جرا. يعني حيلزم احد امرين ده معروف. فان وقف العدد لزم الدور، وان لم يقف لزم التسلسل، وكلاهما مستحيل. انتم عارفين في البدايات عرفنا ادله بطلان الدور وادله بطلان التسلسل، وكل تسلسل دور ايه في المعنى. فان وقف العدد لزم الدور، وان لم يقف لزم التسلسل، وكلاهما مستحيل، ولزوم المستحيل مستحيل. لا مثلا القدره هذه اوجد القدره هذه، وقف العدد هذه اوجدت هذه وهذه اوجدت دور، يعني يتوقف وجود كل واحده على الاخرى او ده الدور. اما التسلسل القدره قبلها قدره والقدره قبلها قدره والقدره قبلها الى ايه ما لا نهايه في الايه في جانب الماضي. هذا التسلسل مستحيل عقلا، مستحيل. لكن المثال اذا قلت لك لا اعطيك ايه لا أعطيك درهما إلا إذا أعطيتك قبله درهما، إذا معناها إيه كل درهم مشروط بأن تكون قد أخذت قبله درهم، وهكذا إلى ما لا نهاية. هذا معناه استحالة أن تأخذ الدرهم، لأنه مشروط لن أعطيك درهما إلا إذا أعطيتك قبله، إذا معناها أي درهم مشروط ان تكون خدت قبل، طب واللي قبل يكون خدت قبل، واللي قبل يكون ما هو هكذا الا ان تكون خدت قبل، يبقى مش هتاخده ابدا نهائيا. انما في المستقبل العقل لا 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 يحيله، لا يقول بايه لانه محال، بس بايه بشروط. انا قلت لك لن اعطيك درهم الا اعطيك بعده درهم، وهكذا الى ما لا هذا توقف على بقاء الفاعل واقتداره، يعني معناها ما يموتش ابدا والاعضاء بتاعه لا ينفذ ابدا. ده ممكن يتصور في العقل، انما الثاني يتصور لا. ولذلك احفظوا الامور العقليه دي. الكتاب بتاع الشيخ زكريا الانصاري اللي هو ايه رفقه العدلان، كتاب وفيه شرح الحديث في الاصول، لكنه صغير كده عند الحديث، موضح الاشياء دي توضيح واضح. فيكون وجود القدرة والإرادة الحادثتين مستحيلا، كيف وكل حادث توقف وجوده وإعدامه عليهما، فيلزم ألا يتأتى بهما الإحداث والتخصيص حتى تكونا واجبتي الوجود. يبقى إذن وصلنا من هذا كله إلى إيه؟ إلى وجود وجودهما، أي أن وجود القدرة واجبة الوجود والإرادة واجبة الوجود. مش فاهم أي كلمة يسأل، لكن ما ننتقلش للبعض. وأما وجه دلالة كل حادث على عموم التعلق لهما بجميع الممكنات، فلأنهما لو اختصتا ببعض الممكنات ووقع العجز عن بعضها. في الثالث ولا في الثاني؟ الثالث. نعم. وأما وجه دلالة كل حادث على عموم التعلق لهما بجميع الممكنات، فلأنهما لو اختصتا ببعض الممكنات ووقع العجز عن بعضها لزم في ذلك أمور مستحيلة. يعني أقول لك وجه دلالة كل حادث على عموم التعلق لهما، يعني بإيه؟ قدرة والإرادة بجميع الممكنات، فلأنهما أي القدرة والإرادة أيضا لو اختصتا ببعض الممكنات ووقع العجز عن بعضها لزم في ذلك أمور مستحيلة. يعني تتعلق بكل الممكنات، عموم اسمه ايه؟ عموم التعلق، عموم ليه؟ التعلق، بمعنى أنه لا يشد عنها ممكن واحد، ممكن واحد، لأن كلمة البعض تصدق ولو على ايه؟ ولو على واحد. يبقى إذا قلنا إنه القدرة على الإرادة ليست أو ليست عامة التعلق أو التعلق مش عام، ووقع العجز يعني اختصت ببعض الممكنات دون بعض،
ووقع العجز عن بعضها ولو كان ممكن واحد، لزم في ذلك امور مستحيله. كان امر جايبهم واحد اثنين ثلاثه دول كلهم حيلزموا على ايه؟ على كون التعلق ليس عاما. واحد نعم. الاول تعميم العجز في جميع الممكنات لاستوائهما في حقيقة الإمكان المحوج إلى الفاعل، فإذا تعذر من الفاعل فعل بعضها لزم تعذر فعل جميعها، ويلزم أيضا حدوثهما لافتقار عددهما المخصوص إلى مخصص. دي تمام مسألة دقيقة. يقول لك تعميم العجز، يعني قلنا إيه؟ اختصت القدرة والإرادة ببعض الممكنات. عارف لو كان هذا على فرضها، يعني هي تفعل بعض الممكنات القدرة والإرادة خصصت بعض الممكنات وليس إيه كلها، يعني وقع العجز عن بعضها، قال لك عارف هذا معناه إيه؟ وقوع العجز في الجميع. ليه؟ هنعمم، فالأول افترضناه في البعض، بس الجواب حيؤدي إلى استحالته في الكل. تعميم العجز في جميع الممكنات. نقول تعالى لماذا فعل او كان قادرا على هذا الممكن ولم يكن قادرا على الممكن الاخر؟ اليس هذا ممكن وهذا ممكن؟ فاذا كان قادر على واحد لابد ان يكون قادر على الجميع، لان الكل مستوي في الامكان. فإذا كان عاجز عن واحد وهو ممكن يلزم أن يكون عاجز عن الجميع. يعني مش هينفع الايه؟ التخصيص بالبعض ده. لأنه هذا يلزم منه ايه؟ التعميم. ولذلك لسه احنا قرأنا الآية وليس الذي خلق السماوات بقادر على أن يخلق مثلهم. لأن مثلهم ايه؟ مثلهم ده. ممكن ولا مش ممكن؟ هما في الأصل ممكن، يعني وجود السماوات والأرض ممكن ولا واجب ولا مستحيل؟ ممكن. ولو أوجد أو كان قادرا على خلق المثل وهو ممكن، يبقى قادر على أن يخلق مثل مثلهم ومثل مثل مثلهم ومثل مثل وهكذا. ولا نقول أنه ينتهي عند عدد، لأنه هذا حيحتاج إلى أن يكون هناك تخصيص ويؤدي إلى حدوث القدرة وإلى حدوث الإرادة أيضا. يبقى الممكنات كلها متساوية، جميع الممكنات بالنسبة لقدرته تعالى متساوية، فلا بد أن تكون القدرة عامة التعلق، ولا يصلح أن تكون متعلقة ببعض الممكنات دون بعضها، لأنه لو كان كذلك لأدى هذا إلى تعميم العجز، لأنها كلها ممكنة كلها متساوية. يعني مثلا تعال يقول ما فيش حد فينا أحسن من حد، انت مخلوق وانا مخلوق، طالما كلنا متساويين في الخلق يبقى مش معقول يكون انا مخلوق يبقى ليا خالق واحد ثاني مخلوق يبقى من غير قبليه. ما انت اذا كان انت مالكش خالق يبقى يلزم ان يكون ايضا انا هديك مخلوق، يبقى يا اما مالناش كلنا خالق يا اما لينا كلنا. إنه لا يصح أن كلنا نشترك في صفة أن أنا مخلوق ويجي واحد يقول لك إيه أنا ليس لي خالق، يقول له لا بد، لأنه يلزم إذا ثبت لواحد لابد أن يثبت له، زي مثلا أي فعل لازم يكون له فاعل. هل يشد يقول له في فعل واحد ملوش فاعل؟ لازم. هذا اسمه عموم ليه؟ التعلق بجميع الممكنات. الثاني لزوم حدوثهما لاحتياجهما حينئذ إلى الفاعل، الذي خلقهما لبعض الممكنات وخلق ضدهما لبعضها، لجواز أن تتعلق بجميع الممكنات أو بالبعض الذي تعلق به العجز. الثاني يعني لازم ليه؟ نعم. حدوثهما يعني حدوثك واتكلمنا بالقدرة والإرادة. نعم. يعني أول شيء لو كانت الآن بتكلم كل اللي جرى الكلام ده كل المستحيلات الثلاثة اللي هو إيه؟ التي تترتب على عدم عموم التعلق. نعم. وده لازم نقول كده الإرادة، ولذلك إحنا بنستدل على خلق أفعال العباد بإيه؟ غير المعتزلة. نقول لهم تعالى الله خالق كل شيء. نعم.
نعم. يبقى مفيش حاجة مخلوقة ويكون لها خالق غير الله. يبقى لازم تدخل في ايه؟ في تعلق القدرة. يبقى القدرة القديمة متعلقة بأفعال العباد لأنها ممكنة. والقدرة عامة التعلق بكل ممكن. ولو قلنا غير ذلك هيلزم ايه؟ وجود قدرة أخرى أوجدت أفعال العباد لأنها موجودة. أو تكون هي وجدت من غير فاعل. أو يدعى أن الإنسان هو اللي أوجدها ويبقى شريك لمين؟ وكلها فيها ايه؟ مستحيلة. الثاني لزوم حدوثهما لاحتياجهما حينئذ إلى الفاعل الذي خلقهما لبعض الممكنات وخلق ضدهما لبعضها لجواز أن تتعلم. مدامك متعلقة ببعض الممكنات دون بعض فهذا يلزم منه ايه؟ حدوث القدرة وحدوث الإرادة. بمعنى أن الذي خلقهما لبعض الممكنات دون بعض وخلق ايه؟ الضد للايه؟ للممكن الآخر الذي لم تتعلق به القدرة أو الإرادة. قلنا الممكنات لا تتناهى من ناحية الافتراض العقل لا تتناهى. مش متناهي عقلك لأن لو تناهت هيلزم ايه؟ تخصيص. ايه اللي خصها بالعدد ده؟ لجواز أن تتعلق بجميع الممكنات أو بالبعض الذي تعلق به العجز. فاختصاصهما حينئذ بما اختصتا به يوجب افتقارهما إلى الفاعل المخصص. يوجب إيه؟ افتقارهما إلى الفاعل المخصص. مفهوم الثاني؟ مفهوم؟ الثالث. الثالث لزوم التمانع بينهم. لزوم التمانع بينهم وبين القدرة والإرادة. لزوم التمانع بينهم بين إيه؟ بينهما القدره القديمه بينهما لا بينهما ما ينفعش انهما مثنى بينهما ليه حيلزم التمانع بين القدره والايه والاراده كمل الثالث لزوم التمانع بينهما وبين القدرة والإرادة اللتين تعلقتا بهما. قلنا ايه التمانع هيجيبه ايه؟ ان القدرة دي عامة ايه؟ التعلق. طب والثانية عامة التعلق فيها تمانع. ولو دي مختصة بشيء ودي مختصة بشيء. يعني مثلا هذه تريد ان توجد اي ممكن انها عامه التعلق باي ممكن والاخرى تريد ان تمنع ايجاد هذا الممكن فيحدث ليه بالتمانع. عارف الدليل اللي جبناه في الوحدانيه اللي شرحناه في الايه بتاع لو كان فيهما الهه ان الله لفسدتا. بمعنى ان واحد منهم يريد ايجاد زيد لو كانوا الهيين مثلا والاخر يريد اعدام زيد يعني عدم وجود. فإما أن تنفذ القدرتان معا وهذا محال يعني يكون زيد موجود وغير موجود كل واحد ينفذ إرادة. وإما أن يعجزان معا بمعناه هذا لا إله ولا الثاني إله. وإما أن يوجده واحد والثاني يعجز هذا يؤدي إلى عجز الأول أيضا من عقاد التماثل إله ولا إله. يبقى على كل حال التمانع ده دليل عدم تعددهما. لا ما هو انت لو وجدت قدرة أخرى وإرادة أخرى دي قائمة بذاتها ودي قائمة بذاتها لأنه لا توجد صفة قائمة بنفسها صفة قائمة بمحل يعني بموصوف بمحل يعني بذات. إن كلمة المحل لا يفهم منها المكان إنما يفهم منها الذات. هذه قائمة نتكلم في الصفة فلابد أن تكون قائمة بذات فيحدث التمام. لو كانت هذه قائمة بذات والأخرى قائمة بذات أيضا. نعم.
الثالث لزوم التمانع بينهما وبين القدرة والإرادة اللتين تعلقتا بهما. وإلى بعض هذه اللوازم وهو الأول منهما أشرنا بقولنا إذ العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها. يعني مثلا نقول كده لو كان الإله سبحانه عاجزا عن أي ممكن ولو واحد لزم عجزه عن جميع الممكنات، انعقاد التماثل بينها، هذا ممكن وهذا ممكن. فالضمير المؤنث في بعضها وجميعها يعود على الممكنات المفهومة من قوله بكل ممكن. بكل ممكن يعني بالممكنات، يعني بدل ما نقول بالممكنات بل بكل ممكن. فلما يأنك الضمير تقول طب هنا فين يرجع إلى مين؟ يرجع على ما يفهم من كلمة كل ممكن والممكنات. وأما وجه دلالة كل حادث على وحدتهما فلأنه ده الرابع. في رابع كان ثلاثة هم والأربعة هو الرابع الأخير. وأما وجه دلالة كل حادث على وحدتهما فلأنه الرابع النسخ اللي عندهم الجديدة دي تكتب عليها الرابع عشان هم قال يلزم ايه لكل، لكن هو مولانا لم يقل الأول والثاني والثالث، هو يقول وأما وأما وأما. ما هو قال كده وجودهما وجوب وجودهما عموم تعلقهما الرابع وحدتهما. النسخة الجديدة قال الأول الثاني الآن لا الأول الثاني قال مستحيل. وأما وجه دلالة كل حادث على وحدتهما فلأنه لو وقع التعدد فيهما لزم العجز للزوم التمانع بين القدرتين والإرادتين كما لزم في تعدد الإله. ده الرابع هو وجه دلالة كل حادث على وحدتهما، يعني كل الحوادث تؤكد وحدة الصفات الإلهية، يعني أن القدرة واحدة أن الإرادة واحدة. كيف ذلك؟ فلأنه لو وقع التعدد فيهما، يعني بأن كان هناك قدرة أو إرادة فيهما، يعني قدرة والإرادة، لزم العجز للزوم التمانع بين القدرتين والإرادتين كما لزم في تعدد الإله. يعني هذا إله كامل له قدرة كاملة والقدرة الأخرى أيضا قائمة بإله كان بذات، فيحدث التمانع الذي يلزم في تعدد الإله نفسه، لأن الإله لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال. كده فهمنا الأربع دول. أول حاجة أول شيء وجودهما وجود وجودهما تعلقهما بكل ممكن وحدتهما، يعني له إرادة واحدة قدرة واحدة علم واحد حياة واحدة إلى آخره. نعم. ما ده التمانع ده افتراض ده. ما هو يجي بالتمانع ليه؟ لأنه لو تعدد الإله لكان الآخر له قدرة وله إرادة. ما لا تتصور الصفات من غير ذات. ونفس الكلام هيرجع إلى الذات، لأنه لو وجدت قدرة، يعني لو وجد قدرة ثانية يعني معناها هيوجد إلها. معناها كده؟ إنه معناها التمانع اللي بين القدرتين، يعني اللي هو بين الإلهين. فهمنا كده؟ ايوه صح. ما عشان قلنا لو كان له قدرتان لأدى ذلك الى التاني. يعني لو كان له قدرتان يعني حيكون الهين. لو كانوا قدرتين حيبقى الهين. واقصد يا مولانا لماذا لا تتعدد صفة القدرة في اله واحد؟ ما احنا رجعناه لتعدد الاله عشان دليل التمانع. انما لو كان على فرض مثلا قلت قدرتين في اله واحد او ارادتين، ليه المانع في كده؟ هقول لك القدره دي اللي هي واحده، كل واحده منهم عامه التالق. طيب يبقى معناها ما فائده الاخرى؟ اذا كان كل
الأولى دي القدرة الأولى أوجدت كل شيء ومتعلقة بكل شيء، والثانية هتتعلق بإيه؟ هو ده اللي أنت عاوزه؟ كلام الشيخ يا مولانا لما بيقول إن الجهل العبد الآلية مش حكاية هواية، يعني إحنا بنتكلم في أحد الصفة الصفة الوحيدة لإله واحد. يعني هي يا سيدي طريقة ثانية في الفهم. اللي هو عاوز يفهمها لك الأول بإنه في تمانع، التمانع أساسه إيه؟ تعدد الاله نفسه. هو يقول لك يقول هذا الى التمام اللي هو معناه تعدد الاله. لانه لا يمكن تكون قدرتين الا في الهين. لو كان الاله واحد بالعقل كده. القدرة الشامة اللي تعلقت يعني يلزم ان تكون الاخرى معطلة او عبث. او قبرت خلناها احتياطي كده. قدرة احتياطية. اللي معناها هنفترض انه في يوم من الايام او في حال هتعجل الأولى عند دمج. هي واجبة في الوجود وهي قديمة وهي باقية وهي عامة التألق. بمعناها لا يمكن يتصور أنه في قدرتين في إله واحد إلا إذا كانوا في إلهين، ولو كانوا في إلهين هيؤدي هذا إلى التباعد. كده واضح؟ الحمد لله. مولانا لكنه لم يرجع التمانع بين الصفات إلى التمانع في الذات. هو يمثل فقط يقول كما لزم ذلك. ايه هو صح هو كمان الراي اللي احنا ظلمنا هو احنا فهمنا عبارة الفقهاء الاولى كما لو كان في تعدد الاله. نعم كما لانه هو التمانع ما ينفعش الا بين الهين، ما فيش تمانع بين صفات. الصفات فيها تتمانع كيف من غير ذلك. فان قيل نفرض تعدد كل واحدة منهما بعدد الممكنات بحيث يكون لكل قدر لكل ممكن. ده كمان يعني افتراض، يعني في شيء من ال قول لك انت زعلانين ليه؟ هنفرض تعدد القدره وهنفرض تعدد بمعنى كل ممكن يبقى له قدره وكل ممكن يبقى له اراده. اللي هنا ما فيش تمام على ما اقول عليه. يعني كل قدرة لها ممكن تتعلق به، فلاش دخل بالممكن الثاني ده له قدرة ثانية. شوف ده الافتراض الجديد ده. فيمكن نفرض تعدد كل واحدة منهما بعدد الممكنات بحيث يكون لكل ممكن قدرة وإرادة خاصتان به فلا تمانع حينئذ. عارف لو قلنا بهذا الكلام يعني كان احنا عاوزين نهرب من كلمة ايه نجوم ليه التمانع، لكننا هنرجع الى حاجة اشد وامكن ليها نجوم الافتقار والاحتياج. وهذا معناه انه ايه كل واحد منهم حاجة ويؤدي الى ان الممكنات لا تتناهى فلا يمكن تتناهى الصفات ايضا. فالجواب أنه يلزم عليه دخول ما لا نهاية له في الوجود، إذ عدد الممكنات لا نهاية له. وأيضا يلزم عليه الافتقار إلى كل ممكن عاوز قدرة، مش كده؟ نعم. قدرة واحدة خاصة به. طيب الممكنات لا تتناهى. لا تتناهى كيف الممكنات؟ من حيث أنه ما من ممكن إلا ويفرض العقل ممكن بعده. زي مثلا أقول لك أنا إيه؟ والحائط ده ورا ايه؟ وين اللي ورا؟ طب وين اللي ورا اللي وراه؟ وين اللي ورا اللي وراه؟ وين فلا يقف ابدا، العقل ما يهتفش. يعني الممكنات مش هتقف، لو وقفت يبقى معناها ايه؟ القدره فيها ايه؟ فيها عجز، مش كده؟ طب لو كان كل ممكن له قدره، وقلنا دي صفات وجوديه، اما الممكنات افتراضيه عشان كده قلنا لا تتناهى، انما ما وجد منها بالفعل فهو متناهي، يعني كل ما دخل في الوجود فهو متناهي قطعا، انما ما لم يدخل ده شيء افتراضي فلا يتناهى. ولذلك العدد لا يتناهى. عد كده عده تبدا بواحد، طب اخر عدد كام؟ هحط عليها واحد ثاني، مش هيتناهى العدد. ليه؟ اما المعدود لازم يكون يتناهى، ان العدد نفسه لا يتناهى، انما المعدود فالعدد مش امر وجودي، ده العدد بيفترض، مش كده؟ افتراض قاعد زي ما انت عارف. فلاجل هذا يبقى معناها هتبقى في قدرات كثيره غير متناهيه وموجوده. نعم. وهذا معناه دخل في الوجود ما لا يتناهى. الله تعالى بعد ان صلى الله عليه وسلم.
نفرض تعدد كل واحدة منهما بعدد الممكنات بحيث يكون لكل ممكن قدرة وإرادة خاصتان به فلا تمانع حينئذ. ما الجواب؟ هو ده القول بالتعدد ده يحتاج إلى إيه؟ ده هو افتراض. افتراض. يعني بنرد على افتراض. افتراض. نعم. فالجواب أنه يلزم عليه دخول ما لا نهاية له في الوجود. مفهوم الكلام ده؟ نعم. يعني كل ما دخل في الوجود فهو متناهي. يعني مثلا سيدنا آدم دخل في الوجود. كده؟ بعد سيدنا نوح وهكذا الحاد يكون دائما متناهي يعني معدود ومحصور. أما ما لم يدخل في الوجود وممكن أن يدخل ده غير متناهي. لكنه إذا دخل فإنه يكون متناهي قطعا إذا دخل في الوجود لأنه الوجود الحادث له بدائم وله محصور. محصور بأزمنة ومحصور بأمكنة ومحصور بأنفاس معدود يعني لقد أحصاهم وعدهم عدا. ليه؟ كيف يعد ما لم يدخل في الوجود؟ لازم يكون دخل عشان يعد. إن لو بتعد أنت أشياء لا وجودية يبقى عشان كده قلنا العدد لا يتناهى. إنما إذا كان بتعد شيء موجود عد كده قوم واحد يقوم يعد أعمدة الأزرق حتى لو بعد 5 ساعات فيها برضه حيجي في الآخر يمسك آخر عمود. نعم. إنما لو كانت الأعمدة دي افتراضية مش هيخلص. ما من عمود إلا وبعده عمود وبعده عمود وقبله عمود وجنبه عمود وتحته عمود وفوقيه عمود وهو على عمود. العدد لا يتناهى لكن المعدود يتناهى. صح. نعم. ما دخل في الوجود فهو متناهي. متناهي. ثم الواحد يقول يا مثلا اللهم إني أحمدك على نعمك التي لا تحصى وآلائك التي لا تستقصى. له النعم دي موجودة ومع ذلك بنقول ايه لا تحصى. اللي هو دخل في الوجود وان تعدوا ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف لا نحصيها وهي ايه متناهية؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة. يعني مثلا ممكن تعدد نعم البصر حتى لو عدد ملول لكن هتيجي في الاخر تنتهي عند ايه عند عدد. نعم. وده متناهي. نعم. إن هنا الآن يقول أن تعد نعمة الله لا تحصوها. هل معنى كده أن النعم غير متناهية؟ نعم متناهية. كيف تكون متناهية وتكون لا تقع تحت الإحصاء؟ يبقى معناها هي متناهية ولكن إحنا معناها كثيرة جدا. زي مثلا واحد كلف بأن يعد حبات الرمل هي متناهية طبعا لكن قدرته هو كإنسان أو كبشر ضعيفة تعجز عن إحصاء هذه الحبات. ما إن لو قلت لك عد عدد شعرات راسك مش هتقدر. ومعروف إن الشعر عندك متناهي يعني هو الشعر بتاعك ملوش يبقى معناها بس إيه إمكاناتك ضعيفة ما تقدرش. إنما لو جبنا حاجة تكبر راسك كده وتعد شعرة شعرة ممكن وبرضه ممكن إيه يعني. فمعنى لا تحصوها يعني بحسب طاقتكم البشريه وبحسب امكاناتك اللي ربنا اداها ما تستطيعش. لكن لو ربنا اعطاك امكانيه او قدره ممكن تعدها لانها هي معدوده. لا تحصوها يعني بمعنى انه لا تستطيع ان تطيق احصائها. اما الذي خلقها سبحانه وتعالى فهو يحصيها ويعلمها مش كده؟ أو نقول النعم اللي هي ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينعم بها اللي هي مش موجودة اللي هي فروي اللي هي ستوجد. يعني ما من نعمة إلا ربنا. وهذا زي نعيم الجنة نعيمها غير متناهي. ليه؟ مع أنه هو موجود لأنه ممكن ربنا يبدل نعيم غيره واللي غيره يبدل غيره وهكذا أحسن من إلى ما لا نهاية. فده بهذه الطريقة ما يتناشد. عندك نفسر عدم التناهي بأمرين. إما بأنه إحنا لا نستطيع بحسب قدرتنا أو طاقتنا أو أنه ممكن يتجدد غيره إلى ما لا نهاية. واضح؟ يعني مثلا لما يقال لك الله تعالى قادر على أن
يخلق أحسن من هذا العالم؟ تقول نعم. طب أحسن من الأحسن؟ نعم أحسن من الأحسن من الأحسن إلى ما لا نهاية. لأنك لو قلت مثلا أحسن من الأحسن ملوم مرة قلت كده آخر حاجة بكده إيه أعجزت القدرة. فلازم تكون عموم التعلق القدرة غير إيه غير متناهي. فالجواب أنه يلزم عليه دخول ما لا نهاية له في الوجود، إذ عدد الممكنات لا نهاية له. وأيضا يلزم عدد الممكنات اللي هي إيه؟ مش الموجودة، الموجودة متناهية، الموجودة متناهية. عدد الممكن أن كلمة ممكن تشمل الموجود والمعدوم، تشمل الموجود والمعدوم، يعني الممكن الذي يمكن أن يوجد. بمعنى تعالى كده أفترض لك الممكنات، مثلا ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان على إيه؟ رجلين، وله قامة وله رأس وعينين. يقول لك ممكن يخلق إنسان بثلاثة أرجل، ممكن بس مش موجود ده، إنما ممكن يخلق إنسان برجلين، ما هو ده الموجود، هو ده المخلوق. وده ممكن موجود، وفي ممكن غير موجود لكنه يمكن أن يوجد، يعني داخل في إيه؟ بتعلق القدرة. طب مثلا فرس له جناحان، ده غير موجود ولكنه ممكن ولا مش ممكن؟ يبقى شوف نفرق بين المعدوم اللي هو ممكن يوجد وبين المعدوم اللي هو يستحيل ان يوجد. يعني مثلا ربنا خلق شمس واحده لكن ممكن تكون فيه ايه شموس كثيره، والقمر واحد ممكن تكون سماوات سبع، ممكن يخلق سبعه ثانيه او يخليهم تسعه، ده ممكن. طب لماذا لم يخلق اكثر من سبعه؟ لانه لا، ده موضوع ده خاص بالاراده، لان الاراده هو اراد انه يخليهم سبعه، ده مش داخل في القدره، ده داخل فين؟ في الاراده. طب ممكن مثلا ربنا يخلق جبل من ذهب، ممكن يحول الجبل اللي هو الصخر الى ذهب، ممكن بعد ما يحوله الى ذهب يرجع حجاره ثانيه، ممكن ما بيحوله الى زئبق، ممكن الى فضه، ممكن. اذا الممكنات مش هتخلص، انما اللي هيخلص اللي هو الممكن الموجود. اذا في ممكن موجود وفي ممكن معدوم، ولكنه مع انه معدوم يمكن ان يوجد، يمكن ايه؟ ان يوجد. وايضا يلزم عليه الافتقار الى المخصص. يبقى الممكنات التي لا تتناهى هي الممكنات اللي غير موجودة، والممكنات المتناهية هي الممكنات الموجودة. عشان ممكن تتلخبط وتقول كيف ممكن وكيف، معناها احنا بنفرق، لأن الممكن يدخل فيه الموجود ويدخل فيه المعدوم. وأيضا يلزم عليه الافتقار إلى المخصص. أنا أقول لك مثلا ممكن ربنا يخلق زيت، يقول نعم ممكن يخلق زيت، وهو خلقه بالفعل، لأنه قبل أن يخلقه كان معدوما، كان ممكنا معدوما، فلما خلقه ما تغيرت عنه صفة الإمكان، ولكنه أصبح ممكن موجود. فتقول لي ممكن بعد ما يوجد ويعدم ثاني؟ أقول لك ممكن. طب ممكن بعد ما يعدم في المرة الثانية يوجد ثاني؟ ممكن إلى كم مرة يعمل كده؟ ما فيش عدم غير متناهي، لأنك لو قلت مثلا يقدر يعمل الحكاية دي يوجد ويعدم ويوجد ويعدم ويوجد ويعدم لحد مثلا مليار مرة، وده عند حي من علاج غير الله، إنه لو كان بشر 100 مرة رجل. عارف لو قلت حتى مليون مليار برضه إذا مسافة العجز لديه في القدرة، فلازم تقول غير متناهي بلا نهاية. وأيضا يلزم عليه الافتقار إلى المخصص، لأن كل قدرة وإرادة حينئذ يجوز أن تتعلق بغير ما تعلقت به، فاختصاصهما بما اختصتا به يوجب الافتقار إلى المخصص. يعني مثلا لما نقول القدرة والإرادة ليست عامة التعلق، ولكنها تتعلق ببعض الممكنات دون بعض، فحنقول اختصاصها ببعض الممكنات إلى دون البعض الآخر يوجد افتقارهما إلى المخصص. إيه اللي خصصهم ببعض؟ لازم يكون بكل. إذا معناها ده إيه؟ إذا احتاجت إلى مخصص هذا يلزم منه إيه؟ حدوث القدرة وحدوث الإيه؟ وهما إيه؟ واجبتان للوجود. واجب الوجود لا يمكن أن يكون حادثا، إنما لابد أن يكون قديما. وأيضا يلزم من عجزهما عن التأثير في غير ما تعلقتا به العجز عن الجميع،
ولهذا يصح أن تأخذ مطلبين. يعني مثلا هما عجزتا يلزم من عجزهما عن التأثير في غير ما تعلقتا به العجز عن الجميع. ليه؟ لانعقاد التماثل في كل. ولهذا يصح أن تأخذ مطلبين وهما الوحدة وعموم التعلق من قولنا في أصل العقيدة إذ العجز عن بعضها مستحيل. الوحدة يعني القدرة واحدة والقدرة عامة التعلق، بس ما تفهمش من عموم التعلق يعني واحد فهمها غلط. يقول لك يعني القدرة عامة التعلق يعني معناها تتعلق بالواجب والممكن. لا، عامة التعلق يعني بكل ممكن، لأنها لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق فعموم التعلق يعني في الدائرة اللي هي فيها ليه الإمكان. ولهذا يصح أن تأخذ مطلبين وهما الوحدة وعموم التعلق من قولنا في أصل العقيدة إذ العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها، وتأخذ المطلبين الآخرين وهما الوجود والوجوب وهما الوجود والوجوب. يعني أعود أقول لك ممكن تأخذ مطلبين، هما كم مطلب؟ أربعة. تأخذ اثنين من قولنا، يعني من قول المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا في أصل العقيدة. إيه في أصل العقيدة؟ هنا في المتن. نعم، هو الأصل الكتاب المتن والشرح إيه؟ تابع له. يعني عاوز أقول لك تأخذ من الأصل يعني من المتن إذ العجز عن بعضها مستلزم للعجز عن جميعها. أخذت مطلبين من أصل العقيدة اللي هم إيه؟ الوحدة وعموم التعلق، وتأخذ مطلبين إيه؟ آخرين، الوجود والوجوب من إيه؟ من قولنا لتوقف كل حادث في وجوده إلى آخره. نعم، وبالله تعالى التوفيق ويجب له تعالى. يكون كده القدرة والإرادة. نعم، حيدخل لك في العلم. نعم، ويجب له تعالى العلم المتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل، لأن الاختصاص بالبعض إن جاي فهم دلوقتي كده هنقسم الصفات بسرعة عشان تفهمها. نعم، من حيث التعلق وعدمه تنقسم الصفات الإلهية إلى قسمين، من حيث التعلق وعدم التعلق. قسمين، قسم له تعلق وقسم لا تعلق له. القسم الذي لا تعلق فيه تحت صفة واحدة اللي هي صفة الحياة. وبعدين القسم الذي له تعلق كان ست صفات اللي هي ما عدا الحياة. نيجي بعد كده نشوف التعلق ده منها، يعني من الصفات ما هو متعلق او له او تعلقه بجميع اقسام الحكم العقلي. هي تحت القسم ده صفتين هم العلم والكلام. يعني اذ العلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الاقسام، يعني بسائر اقسام الحكم العقلي. وهنا هنتكلم تعلق العلم عام وتعلق القدرة عام أيضا والإرادة عام، ولكن الفرق بينهما أن العموم هنا غير العموم هنا. العموم هنا فيه إيه؟ في كل أقسام الحكم العقلي، أما هنا في الممكن فقط اللي هو إيه؟ القدرة والإرادة. يقول يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي العلم والكلام. لسه هندخل طبعا لسه في السمع والبصر جاي الكلام بيهم، وطبعا الكلام في القدرة والإرادة واضح. ويجب له تعالى العلم المتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل، لأن الاختصاص بالبعض يستلزم الحدوث لافتقار الصفة حينئذ إلى الفاعل، وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها باستحالة تعديه عنها وعن أضدادها. يعني معناها لا يمكن يعرى الموصوف، يعني يخلو عن الصفات وأضدادها معا، ده مستحيل.
لأنه إذا انتفت عنه الصفات ثبت له إيه الضد، لكن لا يمكن ينتفي عنه الصفة وضدها معا، ده مستحيل. نعم. لا شك أن كل حادث يدل أيضا على أربع مطالب لهذه الصفة. مطالب لهذه الصفة. نعم. هي صفة العلم. نعم. كما سبق في القدرة والإرادة. يوم الأربعة. الأول وجود صفة. وجودها. نعم. تعلق بس هي غير القدرة والإرادة. نعم. أنها صفة واحدة. لا شك أن كل حادث يدل على أربعة مطالب لهذه الصفة كما سبق في القدرة والإرادة، وإنما لم يقم في أصل العقيدة البرهان على وجود هذه الصفة، لأنه قد سبق له في قوله وفي كونه مرادا على علمه. يعني لماذا لم يقم دليل أو يعني برهان على وجود الصفة؟ لأنه تضمن هذا في قوله وفي كونه، يعني في كون الحادث مرادا، توقف على علمه. قلنا كل حادث يتوقف على ايه؟ في وجوده على القدرة. نعم. وفي تخصيصه بما كان مقابلا له على الإرادة. نعم. وفي كونه مرادا على علمه. يعني تعالى كده، لماذا اوجد الله تعالى زيدا او بكرا او علي اي احد؟ يعني تقول كده لأنه أراد أن يعني سبق خصصت الإرادة إيجاده بدلا عن إعدامه أو كونه على هيئة أو مقدار. لماذا لم يوجد الحق تعالى هذا المجتمع في زمن الصحابة؟ تقول لأن الإرادة خصصته بزمن دون إيه؟ دون زمن، لتخصيص الإرادة. نعم. هتقول كده لماذا كان الحادث مرادا في هذا الزمن دون، مع انه كان جائز احنا نوجد في ايام الصحابه او قبل الصحابه او في الجاهليه حتى، جائز ولا مش جائز؟ طيب ايه اللي خصصنا بزمن دون زمن اللي هو الايه؟ الاراده. طيب في كون هذا الحادث مرادا في زمن او في مكان، لانه ايه؟ سبب في العلم ذلك. فيقال كده العلم ده أم الصفات كلها. يبقى في كونه يعني يتوقف الحادث في وجوده على القدرة، وفي تخصيصه بما يجوز عليه من الأمور المتقابلة على الإرادة، وفي كونه مرادا على العلم. واضح كده؟ نعم. يبقى ما فيش داعي يجيب برهان على صفة العلم، لأنه متضمن برهان القدرة والإرادة برهان وجود العلم. إذا كان لا يمكن توجد القدرة والإرادة إلا بوجود العلم، كيف يجيب دليل على وجود العلم؟ ينفع؟ ما فيش داعي، خلاص جامع الدليل موجود. وإنما لم يقم في أصل العقيدة البرهان على وجود هذه الصفة، لأنه قد سبق له في قوله وفي كونها مرادا على علمه. في كونه. نعم. وفي كونه مرادا على علمه، أي فكما توقف وجود كل حادث على الإرادة لزم أن يتوقف على العلم، إذ القصد إلى جائز معين مع عدم العلم به مستحيل. إذ القصد إلى جائز معين مع عدم العلم به مستحيل. نعم. دي يعني حاشوف كده بقول لك كما توقف وجود كل حادث لزم على الإرادة لزم أن يتوقف على العلم، إذ القصد إلى جائز معين مع عدم العلم به مستحيل. يعني كده مثلا هل يمكن أن يريد الحق تعالى شيء لا يعلمه؟ يتكون أراد يعني علمه. حتى انت كإنسان لما تريد شيء دون شيء انت على علم بهذا وعلى علم بضده، وإلا ما خصصت هذا دون غيره، إنما الشيء الذي لا تعلمه ليس في علمك كيف يكون مرادا لك؟ هذا أمر بدهي يعني مش عاوز. ويؤخذ برهان مطلب الوجوب، ويؤخذ برهان مطلب الوجوب لهذه الصفة مما ذكرنا في برهان عموم تعلقها، وإذا كان اختصاص تعلقها يوجب لها الحدوث
لكونه يستلزم جوازها. يقول لك ويؤخذ برهان مطلب، عايزين نجيب برهان دلوقتي على على المطلب الثاني، وخلاف الوجود ما مقرر. نعم. عاوزين برهان على ان هذه الصفه اللي هي صفه العلم واجبه. من اين يؤخذ هذا البرهان؟ مما ذكرنا في برهان عموم تعلقها. قلنا الصفه دي عامه التعلق بجميع اقسام الحكم الايه؟ العقل الثلاثه. فكيف تكون متعلقة بالواجب والممكن والمستحيل وهي غير واجبة الوجوب؟ بلا بد أن تكون واجبة الوجوب. ويؤخذ برهان مطلب الوجوب لهذه الصفة مما ذكرنا في برهان عموم تعلقها. وإذا كان اختصاص تعلقها يوجب لها الحدوث. أنت هل تعرف كيف تقيم هذا البرهان من برهان مش وجودها، وجودها خلاص. نعم. برهان وجوب وجودها، يعني أن العلم صفة واجبة. مما قلت مما ذكرنا، أين ذكر هذا؟ مما ذكرنا في برهان عموم تعلقها. نعم. في قوله أن الاختصاص بالبعض يستلزم الحدوث لافتقار الصفة حينئذ من الفعل. ايوه الله تعالى كده، انت رجل علامه في الزمان والمكان. شوف كيف بقول لك ايه في اصل العقيده، الاصل هو المتن. نعم. لان الاختصاص بالبعض، يعني لو كانت مش عامه في التعلق، يعني المختص بالبعض يعني يعلم شيء دون شيء. نعم. يستلزم الحدوث والافتقار، يستلزم الحدوث لافتقار الصفه حينئذ الى الفاعل. فلو كانت مفتقرة إلى الفاعل هتبقى إيه؟ حادثة. هل القديم يفتقر؟ يبقى معناها إيه؟ هذا هو برهان وجودها أنها غير مفتقرة إلى الفاعل. علم على عرف كده، يؤخذ البرهان من أول إيه؟ من قوله لأن الاختصاص. الاختصاص يعني عدم إيه؟ عدم عموم التعلق. بالبعض يستلزم الحدوث. ليه يستلزم الحدوث؟ الحدوث يعني أنها حتكون غير واجبة الوجود، لأنها حتكون مفتقرة إلى إيه؟ إلى الفعل. واضح كده؟ بس هو ده البرهان. البرهان على المطلب الإيه؟ الثاني. وإذا كان اختصاص تعلقها يوجب لها الحدوث لكونه يستلزم جوازها، فكيف إذا كانت من أول مرة جائزة الوجود؟ وكذا ايضا يؤخذ. واذا كان اختصاص تعلقها يوجب لها الحدوث، زي ما قلنا، يعني معناها ايه اللي يوجب لها عدم الحدوث اللي هو الوجوب؟ عدم اختصاص هي عام الوجوب. تمام كده؟ نعم. لكونه يستلزم جوازها، فكيف اذا كانت من اول مره جائزه الوجوب؟ يعني لو افترضنا مش هيترتب هذا الا بعد ايه؟ ما نجيب الدليل ده. نعم. افرض افترضناها من اول الامر كده، من اول مره. من باب اولى. من باب ايه؟ من باب اولى. نعم. وكذا ايضا يؤخذ نفي التعلق. عرفت فائده كلمه فكيف اذا كانت من اول مره؟ نعم، انها بالاولى. يعني هتكون بالاولى. نعم. اذا كان بعد هذا التقرير، فكيف إذا كانت من إيه؟ من أول مرة. وكذا أيضا يؤخذ نفي التعدد من هذا البرهان. ده المطلب ده المطلب الثالث من أول كلمة وكذا أيضا يؤخذ نفي التعدد. ما احنا قلنا الصفة واحدة، زي ما قلنا قدرة واحدة إرادة واحدة علم. ده المطلب الثالث، من أين يؤخذ؟ وكذا ايضا يؤخذ نفي التعدد من هذا البرهان، يعني من نفس البرهان ده اللي هو بتاع البرهان اللي هو ايه؟ انها واجبه. نعم. لان واجب الوجود لا يتعدد. هذا برهان التعدد هو نفس البرهان بتاع انها واجبه الايه؟ ما دام هي واجبه الوجود ده لا تتعدد. نفس البرهان يقول لك من هذا البرهان، يعني من البرهان نفسه السابق. نعم. لأن العدد يوجب الحدوث،
لافتقار العدد الخاص. شفت كده؟ انه طالما عدد انه معناها يوجب الحدوث ليه؟ لافتقار العدد الخاص الى محدث. نعم مش كده؟ ده عدد خاص لاثنين، طب ليه ما بنقولش ثلاثة؟ لأنه هو عاوز كده، طب ليه ما وهكذا، فلازم يحتاج العدد إلى إيه؟ إلى محدث. مولانا هذا مطلب الوحدة هو الرابع فيما سبق وذكر هنا ما دل مطلب المطلب بتاع الوحدة ده. نعم. والرابع ولا الثالث ده؟ هو فيما سبق كان الرابع والآن هو ذكره الثالث، ثم سأذكر برهان العموم في قوله أيضا خفاء البعض وما رتبهمش. نعم بس هم أربعة زي ما هم. نعم. بس ذكر ذا قبلك. نعم. وقولنا وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها، يعني ويلزم الدور أو التسلسل، وأيضا خفاء البعض يستلزم خفاء الجميع. ليه حدوثها يستلزم حدوث موصوفها؟ وإذا كان موصوفها حادث هذا يلزم الدور. الدور يعني معناه حيث له محدث ولمحدثه محدث، فإن وقف يبقى دور وإن لم يقف يبقى تسلسل. وأيضا خفاء البعض يستلزم خفاء الجميع إذ لا فرق، وقد سبق ذلك كله في القدرة والإرادة. بنقوله أيضا خفاء البعض المطلب الرابع. وأيضا خفاء البعض. مطلب العموم. وقولنا وعن أضدادها. كلمة خفاء البعض يعني عندنا العلم إيه؟ صفة انكشاف. تظهر بها إيه؟ كل إيه؟ المعلومات، ما فيش معلوم يخفى عن معلوم، الله لا يخفى عليه شيء. ما فيش حاجة تخفى، لا تخفى عليه خافية. وقولنا وعن يستلزم خفاء البعض، ما اتكلم هنا في العلم، هناك في القدرة يقول لك العجز عن البعض، في الإرادة يقول لك التخصيص، في العلم هيقول لك ايه خفاء البعض، يعني لو خفي عليه بعض المعلومات فهذا يستلزم خفاء الجميع، لان ده معلوم وده معلوم. إذ لا فرق، يعني لا فرق بين ايه معلوم ومعلوم. وذلك كلمة لا تخفى عليه إيه؟ خافية، يعني أي خافية، أي حاجة لا تخفى، مفيش حاجة اسمها خافية، لا يخفى عليه شيء. نعم؟ أيوه، وهنا يتساوى في العلم، كل معلوم يتساوى في العلم من جهة كونه معلوما، يعني هذا معلوم وهذا معلوم وهذا، بس كل واحد معلوم على ايه؟ على وصفه، هذا معلوم واجب، هذا معلوم ممكن، هذا معلوم مستحيل، حتى المستحيل يعلم انه مستحيل، يعني يعلمه على ايه؟ على صفته، من حيث انه معلوم لا من حيث انه في فرق بين معلوم وبين موجود، ممكن يكون معلوم بس مش موجود. الله تعالى يعلم انه ليس له ولد، معلوم ولا مش معلوم، مع انه الولد مش موجود، فمش شرط يكون معلوم، مع ما صفه معلوم يعني موجود. خلاص معلوم يعني ايه؟ واجب، معلوم يعني ممكن، معلوم يعني موجود، معلوم يعني مستحيل. ولذلك كده ممكن تتساوى العبارتان، الله تعالى لا يعلم أن له ولد، صح ولا لا؟ صح. لو ممكن نقول كده الله يعلم أنه ليس له ولد، فإن جبت النفس تجيب بعض الإثبات، إن جبت الإثبات تجيب بعض النفس. يعني لو قلت كده شيء لا يعلمه الله، لا يعلم إيه؟ ما ليس كده، إذ عدم الحمد لله، عدم تعلق العلم بما ليس بمعلوم لا يعد جهلا، كما ان عدم تعلق القدره بما ليس بمقدور لا يعد عجزا، وهذا ليس معلوم، فالله تعالى يعلمه من ايه؟ من جهه كونه معلوما على وصفه، فيعلم ان هذا موجود وان هذا معدوم، ولو علم المعلوم الموجود معدوما والمعدوم موجودا والممكن واجبا لانقلب العلم الى جهل، فيبقى يعلم ما ليس بمعلوم، يعلم ما هو معلوم على وصفه، اما ما ليس بمعلوم فلا. هي معنى ليس بمعلوم، يعني مثلا زيد موجود، كونه غير موجود ده غير معلوم، ده فالذي يعلمه الله انه موجود، لا
لكن اذا علم انه غير موجود وهو موجود اسمه تعلق العلم بما ليس بمعلوم هو ذا الجهل، وهذا هو ما يسمى جهلا مهما كان مركب او غيره. المهم جهله أم تنبئونه بما لا يعلم، لأن الله تعالى لا يعلم أن معه شركاء، أو تقول كذا الله تعالى يعلم أنه ليس معه شركاء واحد جديد سوي. يعني مثلا أنت لم تتزوج فتعلم أنه ليس لك ولد، ده مقرر عندك معلوم كده. إذا أنت تعلم أنه ما لكش إيه ولد، أو تقول إيه لا تعلم أن لك ولد واحد ولا مش واحد، لا أعلم ليه، لأنه ما فيش حاجة أعلمها، ما فيش معلوم. وقولنا وعن أضدادها يعني ولا تكون تلك الأضداد إلا حادثة، لأنها ضد العلم الحادث. إذا عندنا خفاء، خلصنا كلمة خفاء، البعض يستلزم خفاء لإبلا فرض يستلزم كذلك كله في القدرة. وقولنا وعن أضدادها، وقولنا وعن أضدادها، الضمير يرجع عن أضدادها إلى إيه؟ وقد سبق ذلك كله في القدرة والإرادة. فالعبارة اللي هي في المتن وحدوثها يستلزم حدوث موصوفها، استحالة تعديه عنها وعن أضداد لها صفة العلم، لا عن أضداد صفة العلم. وقولنا وعن أضدادها يعني ولا تكون تلك الأضداد إلا حادثة، لأنها ضد العلم الحادث، فإن جاء العلم بعدها فدليل حدوثها طرو عدمها، وما ثبت قدمه استحال عدمه، وإن جاءت بعد العلم فحدوثها ظاهر لا معنى. يعني يقول لك الأضداد، أضداد صفة العلم لا تكون إلا إيه حادثة. ليه؟ لأنها ضد العلم الحادث. يعني لو كان العلم حادثا لكانت ضد إيه حادث. فإن جاء العلم بعدها بقليل، بعدها إذا معناه إيه إيه بعدها، إذا هذا دليل إيه حدوثها. ايه دليل الحدوث؟ طرو عدمها. واذا كانت قديمه فما ثبت قدمه استحال عدمه، وان جاءت بعد العلم ان هذا امر اظهر من الامر الاول، اذ لا معنى للحادث الا وجوده بعد عدم. يعني ايه معنى كلمه حادث؟ انه لم يكن له وجود فصار إيه موجودا. وإن جاءت بعد العلم فحدوثها ظاهر لا معنى للحادث إلا وجوده بعد عدم. حدوثه وجوده بعد العدم، وضده المسمى بالقدم. نعم خلاص كده. نعم. ويجب له تعالى سبحانه نقف على إيه؟ صفة السمع والإيه والبصر. خلاص كده بالنسبة لصفة العلم. نعم. جمع الأضداد اللي جمع الأضداد مع أنه كنت الجهل جمع عن أضدادها. أضداد الصفة يعني مثلا النسيان، الغفلة ضد العلم، الجهل، الظهور مش ضد واحد، البداء يعني يبدو له، يعني العلم صفة انكشاف، يعني ليست لها ضد واحد. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفلت صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك و
وعلى آله وصحبه وسلم على